الكتاب صورته أكيد مناظر رائعة، ورود يمكن هيك نادرة، ولكن كمان صورته ناس من الجبل كل ضيعة ضيعتها. كيف كان يعني شو اكتشفتي بيشبهوا بعضهم ضياع الجبل؟ شو بيجمعهم؟ شو بيفرقهم؟ وكيف كان كمان حابة أعرف التعامل مع أهل الضياع؟ شوفي، أول ما الواحد يقوم برحلة بيكون عنده انتظارات، وأنا كان عندي أكيد طبعا انتظارات إنه جبال لبنان حلوة وأهلها مضيافين وكل هالشي، بس يلي اكتشفته إنه أولاً الطبيعة ما كان عندي فكرة عن الموجود بهالبلد. نعم. من ناحية الزهور وكل هالأشياء. نعم. وخلال هال26 نهار نحن كنا عم ننام ببيوت ضيافة. نعم. يعني ببيوت أهل الضيعة. نعم. وبفتكر هيدي من أروع التجارب. نعم. بالنسبة لهالرحلة، بالنسبة لإلي، لأنه ما كنت مقدرة مدى الضيافة، روح الضيافة بلبنان، مش بس هيك الكرم عند العيال المتواضعة جدا يعني. نعم. نعم. وهيدي الشغلة كتير أثرت فيي أنا. إلى أي حد أنت كمان بتحس أنه العيش بالجبل وبالطبيعة بتخلي الإنسان يكون بسلام مع نفسه، ويمكن يكون هيك بسيط بس ولكن عنده صفات أجمل من يمكن إنسان عايش بمدينة وبالتمدن؟ أنا يعني أنا بنت بيروت وبحب المدينة كتير، يعني أنا ما بفتكر بقدر روح وعيش بالجبل كل الوقت، بس يلي لاحظته بهالرحلة هاي، خاصة أنه رحلة طويلة المدى شوي. نعم. إنه وقت ما يكون الواحد همومه عايدة لإمتى رح ناكل وإمتى رح نشرب وإمتى رح ننام وفي مي سخنة ولا ما في مي سخنة، بيرجع للأسس المبدئية بالحياة. نعم. واللي هي المهمة بالنهاية. صح. يعني نحن أوقات منتاخد بحياتنا اليومية والروتينية كتير. صح. وأي شخص بيقوم برحلة طويلة متواصلة مثل هاي بتصير أقل شغلة إلى قيمتها. نعم. وهيدي الشغلة أوقات نحن بنفقده وبننسيه بحياتنا. بس يلي كان بدي أرجع أقوله عن البيوت الضيافة. نعم. إنه مرينا بسلسلة جبال كلها. نعم. الغربية، واستضفنا استضافونا من جميع الطوائف وجميع الباكراوند وجميع المهن، وكانوا كتير مختلفين عن بعض، حتى الأكل اللبناني من ضيعة لضيعة بتختلف، واكتشفنا طبخات ما سمعين فيها. نعم. من قبل. بس الشغلة الوحيدة اللي بتوحدهم هي هالروح الضيافة هاي، وأنا بحس هيدي شغلة موحدة وبنفس الوقت مميزة بلبنان. أكيد، لأنه مش موجودة برا تقريبا أبدا، يعني نحن نسافر كتير بنا كتير بالأخص نسافر. إنه هالفكرة البيت الضيافة بعدها فكرة جديدة، يعني معناتها هالروح الضيافة عفوية. نعم. موجودة عندهم من دون ما حدا يعلمهم كيف يستضيفوا. أكيد هلأ في أشياء لازم بالنسبة للبيوت الضيافة لازم يتمرنوا بعد أكثر مشان الانتظارات من السواح الأجانب. نعم. بس هي الأساس موجود بشكل شكل عفوي، وأنا حسيته هيدا شغلي كتير مميزة بلبنان، كأنه فاتي على بيتك. وهيدا بالزبط. بتصور كتير بيساعد المسافر، يعني اللي رايح برحلة بعيد عن بيته طبعا بده يحس حاله مرتاح كمان. يعني أنا لأني بنت بيروت ما عندي ضايعة. نعم. بس بعد هالرحلة حسيت إنه I have a home in every village صراحة، لأنه هالسنة رجعت لعندهم ورجعت كأني كيف بنت صار لها مسافرة زمان ورجعت عند أهلها. هيك كانت ردة الفعل وقت ما رجعوا شافوني، وشعور رائع جدا. حلو كتير. حلو كتير. ومؤثر. حلو كتير. أكيد بتحكي كمان بكتابك هنا عن المناطق، وبتحكي عن مناطق أكيد أثرية، عن مغارة هون، وبتحكي كمان عن انواع ورد نادره. هو كلهم اكتشفتيهم هنيك وعرفتي عنهم هنيك، او رجعتي عملتي من بعد الرحله ابحاث تتعرفي تقدري تعطينا هالمعلومات كلها؟ هو للصراحه الدرب الجبل كان مشروع 3 سنوات وكان فيه كثير تصميم وتحضير وهيك. اللي بيميز درب الجبل اللبناني عن كثير دروب برات لبنان هو انه الدرب منشأ هدول الدروب انوصلت ببعضها. نعم. فبهالشكل الدرب نفسه درب تاريخي.
لأنه هذه دروب قديمة موجودة كانت من قبل، وكل قسم من الجبل له تاريخ وله سوابق. فأوقات بتكوني حتى الدرب ماشي عليه فينيقي أو روماني، أو عم تمشي على جسر عثماني، يعني حضارات كلها عم تمشي عليها بذات الوقت. بكل هالليرز الهيستوري اللي أنا لقيتها عن جد كتير غنية يعني. وكل يوم بنحدى بشيء، يعني مش انه في هالقسم في شويه اثار، في هالقسم في هالمعبد، كل ما يوم ما كان في روتين ابدا يعني. لا من ناحيه التاريخ ولا من ناحيه الطبيعه يعني، ولا اهل الضيعة يعني، من كان جميعه كان غني يعني جدا. على غلاف الكتاب اللي وراني حاطه صوره لزهره كتير حلوه، وانا هي اول مره كنت بعرف انه في عنا اوركيدز بلبنان. نعم انا حكي بحلقه ماضيه عن بس اكتريت الناس ما بيعرفوا. نعم. يعني اكتريت الناس مندهشوا انه عنا هالكميه الوايلد اوركيدز، وهيدي مثل عن كثير اشياء ثانيه. ويعني بس رجعت من هالرحله طبيعي اصحابي قالوا لي اوكي طيب ثلاثه، انه اكيد بعد جمعتين بتبلشي شوي تملي حتى قد ما كانت الطبيعه حلوه. وبالصراحه ما كان في ملل، لانه كل يوم كان مميز ومختلف. كل يوم كان عنده شيء مختلف، كل يوم شفنا زهور جديده. نعم. طب هنا قديه الطبيعه اللي عشت فيها 30 يوم قد ايه اثرت فيك وشو تعلمتي منها اليوم؟ غير عن انه اكتشفت شيء جديد، بتذكر اخر يوم، اخر غدا كنا قاعدين عاملين، كل يوم كان غدا بيكنيك طبعا. نعم. قعدت وكنت عم براقب اصحابي اللي رافقوني هالشهر، ولاحظت تغير بوجوههم، تغير يعني فيزيكال تشينج. فعندهم يمكن بيس يعني سلام نفس يعني ظاهر على الوجه، مبين يونجر، التجاعيد خفت. وبفتكر هيدا انعكاس عن حالي نفسيه كمان. انه وقت ما الواحد يرجع للنمط الطبيعي بالحياه بيكون مور ات بيس. صح. بتصور هيدي دعوة للكل انه يخطوا يمكن ساعة بالنهار او نص ساعة او 10 دقائق، يتقوا هيك مع نفسهم، يمكن يقعدوا هيك بالطبيعة 10 دقائق، يمكن بيرجعوا جديد بتجددوا تيرجعوا يعطوا بالحياة اليومية. يعني اكيد نحن حياتنا شوي بتحكمنا. صح. فيها كتير ستريس، بس قد ما الواحد بيقدر ياخد بريكس، خاصة إذا الواحد بيقدر يروح فترة شوي مطولة أكتر. نعم. النمط الطبيعي مش نمط حياتنا نحن، يعني نحن كنا عايشين في مع الشمس. نعم. نتروق ونمشي نضلنا بالطبيعة لتقريبا الساعة 4، يعني كنتوا يعني تتمشوا مع الطبيعة، كنا ننام يمكن ماكسيموم 8-9 بالليل لأنه ماشيين كل النهار. نعم. بس وقت ما تكوني ماشي مع نمط الحياة مع الشمس ومع بفتكر إلى مباعد كتير مهمة. صح. اللي نحن ما منقدرها. صح. صح. أصلا هنا الهبجة نحن منتشكرك لأنه كتابك أكثر من كتاب وأكثر من اكتشاف للطبيعة، هو رسالة لكننا. نعم. نرجع للطبيعة ولطبيعتنا اللي هي أهم شيء ليصير مجتمع كمان أروع، ولنوصل مثل ما قلت بحلقة الماضي لسلام نفسي وسلام أكيد للجميع. بحب أدعي كمان كاتيا نسأل رأيها بالكتاب، لنشوف رأيها كاتيا بالكتاب. حياة كانت عم تحكوا وأنا عم بتصفح الكتاب، فعلا حلو كتير، يعني حلو يكون بالمكتبة لأنه جولة على لبنان من أوله لآخره. عادة نحن منزور الأثارات وبتصور أجمل بكتير الطبيعة اللي عنا إياها من بس الأثارات يلي موجودة عنا والحضارات اللي مرقت علينا، لأن كمان في صور طبيعية مش طبيعية. حلو كتير. في بس شغله كنت حابه بس اقولها، يعني من الاشياء اللي الرساله اللي انه نحن كثير عنا فخر بهالبلد، بس البلد كمان بخطر. نعم. من النواحي البيئية. نعم. ومش بس البيئية، المخاطر على التراث اللبناني. نعم. نفسه. نعم. وهالشيء it doesn't take care of itself. نعم. نحن لازم ميرسي كارن مدام هبري، شكرا لوجودك معنا. وقتنا اليوم مشاهدينا انتهى، موعدنا بيتجدد بكرة الساعة 8:30. باي باي.